ونعمه استاهل. ودي اسال سؤال عادي. عندك سؤال؟ ودي اسال ابو ابراهيم. ابراهيم لا بساله. ابراهيم لا لا بساله. مقدم عنده اثنين ما في بيسالني. تقدر ترفض؟ لا بس يسأل واحد ثاني بعدي عشان يكمل مصاري. لا بس سؤال جدا لا تسوي تبدور سؤال حير العلماء وحير الفقرات. وأنا مو محيرني. ما أتوقع أنا محير. كنت تعرف الإجابة. الله. سؤال سهل جدا. من هو ولد المدير؟ الأول ولا الثاني؟ ليه جايب توم؟ شطفوا للرجال. الله يجزاك سعادة. اطلع فاصل يا. عندنا مشكلة. أي واحد يزعل علينا يسمي عدوه أو داء ولد المدير. بدينا بالله يوفق محمد الكلثم وانتهينا بسعدون. وبالوسط مرر ما شئت. مرة الغندور الدكتور حبيب القلب. مرة عبد الوهاب الإدارة يقولوا هذا ولدك. مرة ذنوبك تمشي على الأرض. مرة من كثر ما بوسني خالد البوضان قالوا ولدك. يعني أنا ما أدري والله ما عندي إلا ولد واحد اسمه إبراهيم. الآن ما في ولد. الله يحفظك. تحية لإبراهيم. تحية. لكن بس عشان العلماء اللي احتاروا والله يا جماعة أنتم كلكم إخواني. أبنائي. أي والله. ولا أعرف أبرز واحد على الثاني. يمكن في واحد يتلصق. شفنا وافحين ولدي اليوم يتلصق يحاول قرب شوي. متأخر اليوم الحفل قرب. لكن والله كلكم سواسية وكلكم عيون في رأس. الله يسلمك. طيب وانت أخونا. الآن أسأل يا سعد واحد غيري عشان تمشي المسابقة. لا تروح عند هاني. أبسأل محمد الفيدج.